بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف السادس الإعدادي. النهاردة هناخد فيديو جديد من فيديوهات رياضة تيك أواي في الجبر، وهناخد درس. طبعا احنا خلصنا درس العمليات على الفترات، والنهاردة هناخد درس العمليات على الأعداد الحقيقية. العمليات على الأعداد الإيه الحقيقية. الدرس ده مش عايز اقول لك ان هو مهم جدا، يعني مهم جدا 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 جدا، وده يعتبر مربط الفرس في منهج تاني اعدادي، وده اللي بيقولوا عليه صعب والكلام من ده وبتاع. ليه؟ لانه افكاره كتيره، بس هو مش صعب، والله العظيم ما هو صعب. وانا مش بقول لك كده علشان مثلا اضحك عليك، لا، هي فعلا مش صعب، مش صعب، بس انت تفهم كل كلمه بتتقال. هتقول لي يا مستر دلوقتي، طب انا عندي سؤال برضو عايز اجاوب، عايزك تجاوبني عليه. ايه؟ قولي مثلا انا دلوقتي الحاجات اللي انا خدتها في الاول فيديوهات نسيتها، يعني اراجع عليها ولا اعمل ايه؟ بص امشي معايا، والحاجات لو عندك وقت انك تراجع على الحاجات الاولانيه ديت راجع عليها، وانا كده كده اصلا بعمل امتحانات بعد كل واحده، وكده كده اصلا انت كمان هتجمع كل ده قبل الامتحان بشهر او بشهرين في المراجعه النهائيه. يعني ما تقلقش، يعني الوضع ده طبيعي. ايوه الوضع ده طبيعي. طب تعالى كده، بيقول لي بقى ايه؟ طبعا عمليات الاعداد الحقيقيه هناخد اول حاجه الجمع والطرح. طبعا انت عارف ان من خواص الجمع اللي انت خدتها من اول سنه خمسه ابتدائي خواص الابدال والدمج والانغلاق وخاصيه المحايد الجمعي والحاجات دي. المحايد الجمعي فاكره؟ اللي هو الصفر، وخاصيه المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي يعني عكس الاشاره، يعني المعكوس الجمعي مثلا للرقم زي الجذر خمسه هيبقى المعكوس الجمع بتاعه كام؟ هو قدامه موجب، هيبقى سالب، سالب جذر خمسة. سالب ايه جذر خمسة؟ طب المهم الكلام ده ملوش اي لازمه، تعالى بقى ايه ندخل في المهم. لو انا دلوقتي قلت لك خمسة جذر ثلاثة زائد أربعة جذر ثلاثة، نفس السؤال بالظبط لو قلت لك خمسة سين زائد أربعة سين يديني الناتج هنا كام؟ هتقول لي 5 س زائد 4 س، 5 زائد 4 دي 9، يبقى 9 س. طبعا انا هنا ما بقولش 9 س تربيع، انا هنا ما بقولش 9 س تربيع، لا انا بقول 9 س بالظبط. احنا هنعمل هنا كده، هنقول 5 زائد 4 يديني 9، 9 وجذر ذات او جذر 3، ما بقولش جذر 6، لا باخد منها جذر 3 واحده، يبقى بقول جذر 3 واحده. يبقى تاني 5 زائد 4 يديني 9، وجذر 3 زائد جذر 3 يديني جذر 3 بس، زي ما اقول لك 5 س زائد 4 س بيديني 9 س، ما بقولش 9 س تربيع. امتى اقول 9 س تربيع؟ لما يكون في ضرب. طيب دلوقتي لو قلت لك جذر 5 زائد 2 جذر 5، الجذر 5 دي قدامي هنا واحد بس ما بيتكتبش، بقت 1 زائد 2 يديني 3، 3 ايه؟ جذر 5. طيب 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2، ناقص زيها برضو، هناخد الخمسة ناقص التلاتة يديني كام؟ اتنين. طب وجذر اتنين وجذر اتنين؟ باخد منها جذر اتنين واحدة. فهمت يا معلم؟ فهمت يا مستر. سبعة جذر خمسة ناقص تلاتة جذر خمسة، سبعة ناقص تلاتة يديك كام؟ أربعة، بقت أربعة إيه؟ جذر خمسة. بس كده، خلاص كده. طب تمام، تعالى بقى ندخل في الضرب. لو قال لك جذر تلاتة في جذر تلاتة، المفروض اقول اخد جذر واحد و3 في 3، طبعا ما ينفعش اقول 3، 3 في 3 بيديني 9، الجذر التربيعي لل 9 يديني 3. طب انا هل يا ترى كل ما انا اعمل كده؟ لا، امال هعمل ايه؟ لما اجي اقول لك جذر 5 في جذر 5 على طول تبقى ب 5 واحده، 5 عدد صحيح من غير جذر. طب جذر 11 في جذر 11 يديني كام؟ ها ها 11. جذر احمد في جذر احمد هيديني ايه؟ احمد. بس جذر 7 في جذر 7 يديني ايه؟ 7. طب يا مستر بقى ثانيه واحده بقى كده بقى ايه؟ قال لي جذر 2 ها في جذر 3 مختلفين، عادي اضربهم اضربهم ازاي؟ هيبقى جذر و2 في 3 6. بس كده بس كده بس كده. طب جذر 4 في جذر 5 او جذر مثلا 3 دلوقتي، بلاش 4 عشان بعد لها حاجه ثانيه، جذر 4 او جذر 3 بجذر 5 يديني جذر 18. الدكتور قال لي جذر 4 في جذر 5، تقول جذر ال 4 هنا بكام؟ ال 4 ديت لها جذر بكام؟ ب 2.
وتفضلي ان جذر 5. وصلت 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 وصلت. طب افرض انا يا مستر دلوقتي، ها قول انت عايزه، قال لي مثلا جذر 6 على جذر 3، ايه هي ما اسم بتقسم، هيبقى جذر 6 على 3 فايت كام؟ فايت 2، يبقى جذر كام؟ 2. طب افرض قال لي 8 جذر 6 على ال 2 جذر 3، ها يديك كام كده؟ هتبقى 8 على ال 2 في يديك كام؟ 4. وجذر 6 على جذر 3 يديني جذر ايه؟ 2. يديني جذر ايه؟ 2. طب 15 جذر 10 على 5، هنعمل هنا بقى يا مستر بقى، ده عدد صحيح هيتقسم على العدد الصحيح، يعني 15 تقسم على 5 يديني 3، ما تروحش تقسم ال 10 على 5، لا جذر 10 تنزل زي ما هي، لان ده جذر، دي من عيله يا حبيب قلبي، ودي من عيله، دي من عيله ودي من عيله، دي من عيله الاعداد الصحيحه ودي من عيله الاعداد الحقيقيه. خلاص تمام. تعالى بقى هات المعكوس الجمعي، او هات المعكوس الجمعي لجذر 3 هيبقى سالب جذر 3، هات المعكوس الجمعي لسالب جذر 5 هيديني جذر 5، هات المعكوس الجمعي لواحد زائد جذر 2 يبقى نعكس اشاراته كلها يبقى سالب 1، والموجب هتبقى برضه سالب جذر 2 جنب بعض. طب هات المعكوس الجمعي لسالب 3 سالب جذر 7 تعكس اشارتها هيبقى 3 وناقص تبقى زائد جذر 7. طب هات يا ترى، هات يا سيدي سالب 2 جذر 8، هات المعكوس الجمعي، هات المعكوس الجمعي للعدد ده، السالب ده تبقى موجب، هتبقى موجب 2 والموجب ده تبقى سالب جذر 8. طيب 5 ناقص جذر 3، هات المعكوس الجمعي، الموجب ده تبقى سالب، والسالب ده سالب 5 والموجب والسالب ده تبقى موجب جذر ايه؟ 3. ممكن تعكسها على فكره، تبقى جذر 3 ناقص ال 5، تبقى جذر 3 ايه؟ ناقص ال 5، ودي اكترها بتيجي في الامتحان كده يعكسها لك. ماشي يا مستر. اخر جزئيه، لو جه قال لك ايه؟ اكتب حيث يكون المقام عدد صحيح 9 على جذر 3. بص بقى ركز في المعلومه اللي انا اقولها لك ديت، ما ينفعش يكون المقام في اي كسر يكون عدد حقيقي. يعني لو لقيت مقام، انا مش عارف بتوع التكاتك دولت عايشين ازاي. المهم المقام هنا في جذر 3، لقيت المقام في جذر، ايوه لازم تتخلص منه، لازم تتخلص منه، لقيت المقام في جذر لازم تتخلص منه. طب تخلص منه ازاي؟ تقوم كاتب الكسر زي ما هو وتقوم قايل فيه في نفس المقام الجذر، لو انا جذر 3 اقول هنا برضو جذر 3 على جذر 3، انت بتضرب بسط ومقام في نفس المقام، ركز في الحته دي، بتضرب بسط ومقام في نفس المقام، لو لقيت هنا حته لحمه هتضرب هنا بسط ومقام برضو في حته اللحمه. خلاص؟ اهم حاجه لما تلاقي المقام في جذر لا ما ينفعش اتخلص منه. المهم هيبقى هنا 9 جذر 3 على جذر 3 في جذر 3 يديني 3، هنا هقسم ده على ده 9 3 في 3 يبقى 3 ايه؟ جذر 3. هنكتفي بالقدر ده وهنكمل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.